محمد بيع وكاشة، صاحب محل جزارة الفتح الشهير من محمد الفيومي. أسعار اللحمة احنا بنقول لأهالي العشرين وعين شمس ومصر كلها، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وبنقدم النهاردة أسعار بمناسبة الافتتاح إن شاء الله مش موجودة. بنبيع اللحم الملبس 280، اللحمة الحمراء ب 300، الجمل الصغير 270، الجمل الكبير 250. بنبيع ضاني ممتاز من مزارعنا ب 320. عايزين نعرف النهارده ايه الفكره بسعر اللحمه؟ طبعا اللحمه سعرها مرتبط باسعار الاعلاف في مصر طبعا عندنا وفي كل المحافظات. ارتفاع اسعار الاعلاف ده بيسبب مشكله للمربي نفسه، ان كان في مزرعه او كان المربي في الصعيد عامه، بيبقى مش قادر مجرد ما يخرج الدوره بتاعته غلى الاسعار بيخليه ما عندوش اقبال انه يدخل دوره عجول ثانيه. ده بيأثر طبعا على عدد العجل البقري في السوق او تواجده، دي طبعا المشكله الرئيسيه. اسعار الكبده 300 جنيه، اسعار الكبده الجملي بنبيع 280 ان شاء الله. طبعا قلنا الحلويات او فواكه اللحوم الفاتح بتبدا من فرده الكارع من 150، سعرها بيتراوح ل 200 جنيه حسب حجمها. الممبار متنضف ب 100 جنيه، الفشه ب 90 جنيه، الكرشة متنظفة ب 80 ومش متنظفة ب 60، لحمة الراس 150، اللسان ب 160 جنيه، المخ ب 140 جنيه. لو هنتكلم عن أسعار الأضحية السنة دي تروح من كام لكام؟ أسعار الأضحية السنة دي إحنا الأول بننصح أي حد بيقبل على الأضحية إنه يركز في اختياره الجزار المضمون اللي بيجيب منه، يكون ياخد عجل من عنده هو بيدبح العجول دي للمحل بتاعه، مش مجرد حد عامل فرش عجول او بيبيع عجول عيادي، لان دي بتفرق في التصافي طبعا. في اسعار النهارده لعجل السوبر بنقول عليه اللي هو اعلى تصفيه، تصفيته بتتراوح من 60% ل 65% العجل البقري، ده سعره بيتراوح من 145 ل 150 جنيه. طبعا هنلاقي اسعار في السوق اقل من كده بس مش بتبقى بنفس التصافي طبعا. ما بترميش لحمه طبعا، تصفيه اقل من كده طبعا. حبيبي شكرا.